الجيو هينزل الصعيد طب امتى يا جيو الاسبوع الجاي باذن الله والله عايز اقول حاجه مهمه والله 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 نفسي اوصل لكل طلاب في كل مكان نفسي اشوف طلاب في كل مكان نفسي انزل لكل الناس في كل مكان في الجمهوريه عشان الناس اللي بتزعل والناس اللي بتسيب لي كومنتات كتيره والناس اللي بتكلم التيم عندي كتير والله كمان مره نفسي اجي كلكم لإن مشتاق ان انا اشوف ابطالي اشوف حبايبي اشوف طلابي اشوف الناس اللي مرمطاني من اول السنه ومتمرمطين معايا اشوف الناس اللي بداوا معايا المشوار ومكملينه لحد الاخر باذن الله سمي الله صل على رسول الله ملخص الكلام هبدا بمحافظات الصعيد ان شاء الله الاسبوع الجاي امتى بقى ركز في التفاصيل دي رقم واحد ان شاء الله هنزل ثلاث اربع خميس ركز كده معايا 3 4 5 يوم الثلاث الجاي ده ويوم الاربع الجاي ويوم الخميس 7 و8 و9 6 ركز معايا يوم الثلاث الجاي افهم بالتفصيل يوم الثلاث الجاي حضرتك هيكون يوم 7 6 المكان فين المكان هيكون في محافظه سوهاج طب الميعاد المحاضره امتى الساعه 10 الصبح طب ازاي احجز هتلاقي دلوقتي حضرتك ركز معايا ها على الشاشه دلوقتي في اربع ارقام ابعت لهم واتس وبعت لهم واتس عشان يعرفوا يردوا عليك بلاش الساعه 1 و12 بالليل والكلام الغريب ده من 10 الصبح ومن 12 الصبح لحد 12 ماكسيمم بالليل عشان يقدروا يردوا عليك هيبعتوا لك ايه بقى هيبعتوا لك لينك اللينك ده هتدوس عليه هيفتح معاك استماره تكتب اسمك عنوانك مش عارف ايه يقول لك ازاي تحجز هيكلموك بفضل ربنا في كل التفاصيل ويجاوبوك على كل اسئلتك طيب لو مثلا هم اللينك ده ما ردوش عليك على الواتساب بسرعه رن عليهم مفيش مشكله ولكن محدش يحول اي اشتراكات فودافون كاش على الارقام دي او يقول لك انا حجزت خلاص مش هينفع الكلام ده الحجز هيكون ركز معايا الله يبارك لك كده عن طريق اللينك ده وعن طريق ان حد يرد عليك واتساب او يرد عليك فون ويأكد معاك ده بالنسبه لتاكيد الحجز اليوم اللي بعده هيكون يوم الاربع 8 6 فين في اسيوط هتلاقي نفس القصه ارقام دلوقتي على الشاشه اربع ارقام نفس الكلام ابعت على الواتس في اي رقم من دول بس رقم واحد طالب المصري الذكي اللي هيبعت في كل الارقام رقم واحد <applause> عشان يرد عليك مره واحده هيبعت لك لينك باذن الله الاستماره بتاعت الحجز ويقول لك تحجز ازاي ويكلمك برده او ترن عليه يقول لك التفاصيل ايه يوم الخميس هيكون حضرتك 9 6 هيكون في محافظه المنيا بفضل ربنا وبرده دلوقتي على الشاشه هتلاقي متثبت لك ارقام ركز معايا ارقام المنيا تكلمهم وتبعت لهم واتس اهم حاجه الحجز بالاولويه الحجز بالعدد لو في ناس ما لحقتش مكان او ما لقتش مكان تحضر وده وارد وانا عارف ان ده هيحصل زي السنه اللي فاتت بالله عليك ما تزعل بالله عليك ما تزعلي والله 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 انا بحب طلاب في كل مكان نفسي اوصل واشوف طلاب في كل مكان في الجمهوريه انا بحبكم جدا زي ما بتحبوني فدي حاجه مهمه جدا جدا ولكن يعني ايه هو احنا ونصيبنا بقى باذن الله نقطتين كمان مهمين هنزل باقي المحافظات امتى وهتكون محافظات ايه النقطه الثانيه يا جيو انت هتقدم لنا ايه في المحاضره دي وهتكون كام ساعه ركز معايا هنزل محافظات امتى ان شاء الله اخلص بس الصعيد والاسبوع اللي بعده باذن الله هعلن عن المحافظات امتى هتكون الفيوم وممكن البحيره كمان المنوفيه ممكن هيكون في كذا محافظه باذن الله طيب وقت العربي انا اوريدي اصلا هنزل محافظات كتيره مكثفه الاسبوعين دول اللي هو اخر في المحافظات 15 مثلا 6 علشان اسيبك تذاكر العربي باذن الله وهعلن اول باول على المحافظات اللي هنزلها زي الفيديو ده طب اهم حاجه الحصه كم ساعه او المحاضره كم ساعه وهناخد ايه المحاضره باذن الله هتكون من 4 ل 5 ساعات رنجها كده من 4 ل 5 ساعات متوسط 5 ساعات باذن الله هيكون فيها بريك في النص ولا حاجه هناخد ايه هناخد حاجات كتيره مهمه جدا هنعمل ايه يعني طب شرح ولا حل لا يا الاثنين فرم عاملين لحضر حضرتك كده مجهز انا لحضرتك ان شاء الله اسئله محترمه جدا هتمر على المنهج كله يبقى انا دلوقتي جاي احل معاك اسئله محترمه جدا افكار بتكمل المنهج كله وانا بحل برجع اشرح لك النقطه دي في الباب ده والنقطه دي في الباب ده والنقطه دي في الباب ده فبالتالي ضربت عصفورين بحجر حليت معاك افكار كويسه جدا 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 دربتك على المنهج دربتك حاجات شامله على المنهج كله ومرا على المنهج كله وفي نفس الوقت هناكد بفضل ربنا على اهم نقطه في كل باب او اهم نقط في كل باب ونعدي على المنهج كله فرم وشرح وحل في وقت قليل باذن الله وتبقى حصه بفضل ربنا عظمه والعظمه لله وحده سمي الله بقى صلي على رسول الله اخر حاجه اوصيك بيها انك انت تجهز من دلوقتي للامتحان الشامل اللي هينزل قريب ان شاء الله كمان اسبوع او بعد ما انزل الصعيد يعني ان شاء الله ينزل يوم 10 6 مثلا سواء بقى انت كنت في الصعيد او في حته في الجمهوريه انك انت تفضل تفروا المنهج من عشان تكون جاهز للامتحان الخمس ابواب بتوع الجيولوجيا اللي هيكون عليه الايفون والسمارت ووتشز والايربودز واللي هيكون عليه جراند ده والليله الكبيره قوي ساعتك اللي انا مجهزها لكم ده فضل ربنا انا بتعب عشانكم ولسه هتعب عشانكم لان واثق بفضل ان انتوا تستاهلوا اثبتوا لي كمان ان واثبتوا ان انتوا وكلنا لازم لاخر لحظه نعافر عشان حلمي وحلمكم يستاهل، ربنا ييسر ويسعدكم ويسعدنا، احلامكم فرج اوعوا تنسوا تعبنا كتير يا ابطال ومكملين مع بعض المشوار، اشوفكم على خير قريب في المحافظات بدايه من الصعيد سوهاج اسيوط المنيا الاسبوع الجاي، بلغوا بعض اعملوا مع بعض، مع السلامه.